اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بقرارك. يا أكرم الأكرمين، يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم ارزق شباب المسلمين عفة يوسف عليه السلام، وبنات المسلمين طهارة مريم عليها السلام، واحفظ نساء المسلمين من شر خلقك أجمعين. اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين، واعتق رقابنا يا أرحم الراحمين، ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن كان له حق علينا، وجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وطرق المنقرات وحب الصالحات ورحمة المساكين والفوز بالجنة والنجاة من النار، يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام.